جزء من المفارقة يا إخواني أنك تجد فقيراً تجد فقيراً وهو سعيد، وتجد فقراء وهم تعساء، وتجد غنياً وهو سعيد، وتجد أغنياء وهم تعساء. إذا القضية لا تكمن لا في الفقر ولا في الغنى. هذا رسالة الخطبة اليوم. وطبعا بسهولة يمكن أن أتيك إيه بفقراء من حارتي، من أهلي، من أسرتي الصغيرة أو عائلتي الممتدة، فقراء وهم سعداء جدا جدا ورضيون وهانئون ويشيعون الفرح والسرور والرضا في من حولهم. ويمكن أيضا أن أتيك من نفس الأوساط بفقراء بائسين تاعسين جدا جدا يشيعون الإحباط في من حولهم. وكذلك أن أتيك بنماذج لأغنياء سعداء وآخرين تعسى، وكل واحد يفعل هذا. إذن القضية حتما بمنطق علمي صارم بارد ليست لا في الغنى ولا في الفقر. صح، في إيش؟ طيب في المنظور الذي يدير به الإنسان ماذا حالته المادية. وفي الحقيقة المسألة مش هي حالة مادية فقط، لا أكبر منك بكثير. انتبه، يعني اختزال أو ريدكشن، اختزال معيب للقضية ربط السعادة بالمال، لا لا، السعادة أكبر منك بكثير، مش قضية المال. لكن من ذا الذي يمكن أن يختلف معنا أنه ربما بنسبة 95% على الأقل أن القدر اللازم من المال لتسديد الضرورات والحاجات لازم فعلا لتحقيق شرط لابد منه للسعادة. بمعنى أنه في 95% من الأحوال، طبعا ممكن تلاقي 5% من الناس ما عملتش أنا إحصائية، طبعا ممكن حتى أقل من هذا في هذا العصر، أقل من هذا بكثير، ممكن يكون حتى 1% أو 1 في 1000 معدم حقيقي لا شيء عنده، يا سيدي ساندر متشرد هومليس في الشوارع، ويمكن أن يكون حكيما ويحاضر في السعادة وسعيد جدا فعلا ولا يعاني من أي أمراض واضطرابات لا نفسية ولا حتى بدنية، وابن 70 و80 سنة لا عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده أي شيء، ممتاز حياته قليل. يعني هذا نموذج من عيسى عليه السلام. عيسى إيش كان عنده؟ ولا شيء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام وعلى جميع رسل الله وأنبيائه: ليس لي زوجة تموت ولا بيت يخرب، فراشي المدر ووسادتي الحجر وسراجي القمر، أنا الذي كببت الدنيا على وجهها. أنا كببت الدنيا على وجهها. هذا عيسى عليه السلام. وقلة من العرفاء والأولياء الكبار عاشوا هذه الحياة، متقللين معدمين من كل شيء تقريبا، لكن أساتذة كانوا في الحكمة والرضا والهناء قلة قليلة. هذا لا ينطبق على معظم الناس، معظم الناس ونحن منهم، المعياريون الطبيعيون العاديون ستاندرد بيبول، معظم الناس يحتاج إلى قدر معقول، قدر الكفاية من المال يؤمن الحاجات والضرورات. من الصعب أن تحدثني عن سعادة إنسان لا يجد ما يطعم ولا ما يطعم لزوجته وأولاده ثم يكون سعيدا، مستحيل في العادة، مش في العقل طبعا، مستحيل في العادة. هذا يبقى مهموما 24 ساعة المسكين، على الأقل إن لم يكن من أجل نفسه وجوعه من أجل أطفاله وصغاره الذين يتطورون أمام عينيه جوعا، صحيح؟ عيونهم نهمة إلى كل شيء في أيدي أولاد الجيران، ما عنده شيء المسكين. وإذا كان هذا في الأكل، عتشوف رفاه المسكن، ما أي رفاه، والمركب والملبوس وما في الكلام هذا، وجودة التعليم ما في، صعب. لذلك في دراسات علمية تشعر أنها مقنعة إلى حد بعيد، تقول لك في حد معين من المال شرط ضروري لتحقيق السعادة، لكن لا يحقق وحده السعادة، هو مش شرط كافي بس ضروري. انتبه، لما نقول شرط ضروري مش معناه أنه شرط كافي، شرط ضروري بغيره ما في سعادة، بس مش معنى إذا وجد وجدت السعادة، لا، لكن لابد منه وأن تنضاف إليه شروط أخرى في مجموعها يمكن أن تنتج السعادة. هذا الفرق بين الشرط الضروري والشرط الكافي في علم المنطق، عشان نفكر منطقيا. بعض الناس تفكيره غير منطقي، لك يا أخي في ناس عنده، مش هذا المقصود، أنه شرط ضروري وإن لم يكن كافيا لكن ضروري، يعني إذا حذفته ما في سعادة، في تعاسة بصير في تعاسة مهما سمع هذا التاعس المسكين أمثال هذه الخطب والمواعظ، مش حيكون سعيدا أبدا. كيف 24 ساعة في مخيلته ابنه الصغير الذي لم ينم حتى الساعة 3 ليلة أمس صباحا يتضور جوعا وأمه تبكي وما في شيء. هذه الدراسات التي كما قلنا نشعر أنها مقنعة تقول
قدر من المال يبعث السعادة، يساهم طبعا في بعث السعادة، لكن إلى حد معين. ثم بعد هذا الحد مهما زاد المال لا يولد سعادة مضافة، ما في، خلاص. هذا صحيح، سبحان الله. وهذا يخبرك عنه الأغنياء الكبار، مع أنهم مفترسون باللهاث وراء المزيد من الأموال، لكن يخبرونك بكل صدقية أن هذا لم يحقق لهم سعادة زائدة. ويقولون يا ليت يمكن أن نشتري بهذه المئات الزائدة من الملايين السعادة الأولى التي شعرنا بها حين امتلكنا أول 10,000 دولار، أو مع أول سيارة خاصة اقتنيناها كانت ب5,000 دولار، سعادة غير عادية. والآن يمتلك أسطولا جويا أو بحريا وجزرا ولا يشعر بهذه السعادة. فعلا واضح أنه إيه، الإنسان لكي يكون سعيد مش عليه أنه يمتلك العالم، لا، لكن شرط ضروري أن يمتلك إيه، ما يسد حاجته وضرورته. واضح؟ والدين يوافق على هذا تماما، على أن الدين لا يخاصم الغنى بما هو غنى، مهما استفحل هذا الغنى وصار عندك إيه مئات الملايين وحتى عشرات الملايين، لا، الدين مش ضد هذا، وبالعكس ويفهمك أنه هذه الثروة الهائلة الزائدة يمكن أن تكون سببا في رفعة درجتك في الدنيا والآخرة عند الله، ويمكن أن تكون سببا في إسعادك وإسعاد من حولك، عدد هائل من الناس. كما قلنا القرآن يعتبر المال بما هو خير، يعتبره خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. شو الخير هذا؟ المال، عند تقريبا جمعة المفسرين، إن ترك خيرا، الوصية، نائب الفاعل هو الوصية، يعني يجب أن يوصي من يترك خيرا. ما هو الخير؟ المال، المال سواء المنقول أو غير المنقول، الظاهر والباطن، المال، كل الأموال، كل ما يتمول ويمتلك الله سماه خير. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لا إله إلا الله، خير، الله سمى المال خير، وقال الإنسان يحبه حبا جما، حبا شديدا. فالمال بحد ذاته هو خير، الذي يحيله إلى خير زائد أو شر جديد طريقة التصرف فيه، طريقة النظر إليه. بعض الناس يرى أن المال غاية في حد ذاته، اجمعوا 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 بعدين هيك أجمع عشان أكون أكثر جمعا من غيري، هذا أحمق، هذا كفيل أن يكون تعيسا وأن يتعس من حوله. قال تعالى في أمثال هؤلاء فلا تعجبك، وبعدها بعشرات الآيات في نفس السورة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عذاب، الله يقول عذاب، هذه الأموال عذاب لأهلها. كيف عذاب؟ لأن المنظور غير صحيح، المنظور غير صحيح، منظور الاستكبار والازدهاء والاستعراض، عندي وانت ما عندكوش، عندي ومش حاعطي، عندي وحزيد إيه شحا وبخلا وقسوة وجمعا ومنعا وتسلطا وتنمرا على عباد الله. أعوذ بالله، هذه لعنة، هذه لعنة، هذا المال أصبح شرا في حقه، مع أنه كان يمكن أن يكون خيرا كبيرا في حقه. لذلك كما قلت أعظم موضوع ينبغي على الإنسان الاجتماع أن يهتم بها، ما هي الفلسفة التي علي أن أنتخبها للحياة؟ إيش اللي بدي إياه من نفسي ومن مالي ومن شهاداتي ومن علمي ومن سعي من دقائق حياتي؟ هذا شيء مهم جدا جدا أن تفهمه. إذا اخترت الصح بتعيش كويس، اخترت الغلط راحت عليك، أنت بتكون اخترت الحياة الغلط، مش بس الزوجة أو السيارة أو التخصص، اخترت الحياة. تخيل واحد يختار حياة غلط، الواحد فينا ذكر رايح مثلا على إيه، نفترض مدينة معينة، رايح عقراتس مثلا، لقي نفسه بعد ما إيه مقطع إيه 100 كيلو أنه في طريق إيه لينز، يعني زاد 100 كيلو، هذا كلها بده يرجعها ويضيف مسافة، يشعر بالإحباط والتعاسة، يقول إيش سويت بنفسي وشغلة كلها إيه، يعني بسيارة جديدة ممتازة تعوض في ساعة زمان، ساعة يعني ما في مشكلة يا أخي، وساعة رايح أنت فقدت ساعتين، لكن تشعر بإحباط وغضب من نفسك، كيف ارتكبت هذه الحماقة؟ بدل أن إيه يعني أصير مشرقا صرت مغربا، تبا لي ولحماقتي وكذا ومش عارف إيه، وشغلة تعوض بساعتين. فكيف شيء مثل ما قال ستيف جوبز في آخر كلماته قبيل وفاته، قال كل شيء فقدته يمكن أن تعوضه إلا شيئا واحدا لا يمكن أن يعوض، اللايف، الحياة. صح، الزلم يقول لك كأنه بيقول لك أنا اخترت الحياة الغلط. قال
في هذه اللحظات وأنا أشم رائحة ملك الموت أدركت، قال أدرك الآن، أدرك الآن أن ما جمعناه وراكمناه من ثروات لتصحبنا وتستمر معنا طوال حياتنا كان ينبغي أن تجمع لأهداف أخرى غير مجرد الإثراء. إني أجمع فلوس وبعدين، قال لا غلط، هذا كان لازم أهداف ثانية، جولز أخرى، إيمز أخرى. إيش هي هذه الأهداف الأخرى؟ قال شيء ربما من قبيل العلاقات، الريليشنز، العلاقات معناها كلامي التواصل، وهذا أهم شيء، مش من قبيل ربما، هذا أهم شيء رقم واحد. قال يمكن العلاقات، الفن، الفن. بعدين قال اجمع كنزك، تجار، اجمع كنزك من حبك لزوجتك وأسرتك وعائلتك وأصدقائك، هذا الكنز الحقيقي. قال قال كل ما جمعناه سنذهب ولن يصحبنا منه شيء. الآن بدأ يتكلم لغة الوعاظ، هذه لغة الوعاظ، لغة خطباء المنابر، هذه من 1400 سنة يعني، ها، وزهاد المسيحية واليهودية وكذا، دائما هذه يقال. لكن كما قلت لكم المشكلة أن الإنسان لا يصبح ناطقا بالحكمة إلا إيه؟ في وقت متأخر. للأسف ضيعت حياتك، أنت ضيعت حياتك. بعدين قال اجمع كنزك من هذه الأشياء، اهتم بنفسك ورعى الآخرين.